زي ما احنا على نفس السين بتاعتنا. عشان ابدأ اشتغل في الماتيريال او الخامات، لان انا ما ينفعش اطلع اوبجكت من غير ما اعمل له ماتيريال. يعني دي مثلا وليكن ميتال او معدن، دي بلاستيك، دي خشب، whatever. عشان اطلع الماتيريالز او اشتغل ماتيريالز بروح حرف الام او بروح ل من هنا للماتيريال اديتور. لو ضغطت وطولت شويه انا عندي هنا نوعين تمام من الماتيريال اديتور. ده النوع اللي هو القديم اللي هو بنسميه السلوت ماتيريال او الكومباكت ماتيريال اديتور، وفي النوع الثاني اللي هو ده. خلاص هو ده يعني النوع ده انا بفضله، بس مش مع السينز الثقيله، لان فعلا هو بياخد وقت جامد جدا انه يعرض لك البريفيو بتاع الماتيريال ده، اللي هو السلات ماتيريال اديتور. سواء اشتغلت بده سواء اشتغلت بده الدنيا تمام، بس ده بصراحه المرونه فيه اكتر بكتير جدا من التاني. ولو انت فاتح ده وعايز تحول للشكل القديم هتروح لمودز وتختار كومباكت ماتيريال. انا هشتغل على ده، واحنا في الورش هنشتغل على التاني. السلوتس اللي قدامك دي هي دي الماتيريال بريفيوز اللي انت او المتاحين ليك هنا. طبعا ممكن انك انت تغيرهم. خلاص لو ضغطت حرف الاكس هنا 3 في 2، هنا بقى 5 في 3، هنا بقى 6 في 4، حسب اللي انت عايزه. لو ضغطنا على اي ماتيريال فيهم هلاقي هنا عندي اول حاجه انا مش عايز اتعامل غير مع الحاجات اللي هنتعامل معاها فعلا الاساسيه. عندي حاجه اسمها الامبيانت. الامبيانت اللي هو الكلر. خلاص ولو انا عايز الماتيريال دي تروح على اوبجكت زي التورس هسلكت الماتيريال وابقى عامل سلكت على اوبجكت واضغط على الزرار ده اللي هو اسمه assign material to selection. كده الماتيريال راحت للسلكشن. لو انت عايز انك انت تشوف الماتيريال جوه الفيو بورت، يعني انت عايز تشوفها زي ما انت شايفها هنا تشوفها هنا، اضغط على الزرار ده اللي هو show shaded material in view port. لو ضغطت عليه كده خلاص الماتيريال دي لو انت غيرت مثلا في الكلر بتاعها هتلاقيها متغيره في الفيو بورت تمام. ف ده الموضوع بتاع الماتيريالز. الامبيانت او الديفيوز اللي هو الكلر بتاع الماتيريال. باقي البارامترات انا مش هتكلم فيها هنا لان انا هرجع اتكلم فيها تاني في الفيري. خلاص لكن عايزين نعرف شويه حاجات. كلمه سبيكولر اللي هو اللمعان اهو زي ما احنا شايفين هنا او هنا. جلوسنس لو زودناها فاحنا بنخلي الماتيريال بنسميها جلوسي او تحس ان فيها سبيكولرز او انها عكسه يعني بتعكس. هنا ده مقدار الجلوسنس وده الشده بتاعه تمام. حاجه بالمنظر ده. طبعا لو جينا عملنا ريندرينج هنلاقي الماتيريال بالشكل ده. طيب لو انا عايز اعمل ماتيريال تانية عادي هروح طبعا الماتيريال دي اسمها هنا وليكن سميها مثلا بيزك تمام. ممكن اغير هنا نوع الماتيريال. لو انا ضغطت على كلمة ستاندرد هلاقي هنا ماتيريالز جنرال. عندي كذا هنا حاجة، عندي سكان لاين كذا حاجة برضو، بس احنا هنشتغل مع جنرال. ممكن اضيف ماتيريال تانية وبس برضو هتكلم عليها اكتر واحنا شغالين. المهم انا عايز بس اعرف او اعرفكم المناطق بتاعت الماكس. بحط ماتيريال منين، بحط لايت منين، بعمل موديل بسيط ازاي، الريندر منين، المصطلحات ايه، علشان واحنا بقى شغالين هنلاقي حاجات جديده عماله تظهر. مش عايز اقعد احشي دماغك بمعلومات تمام وعلى ما نوصل ان احنا نشتغل تكون نسيت نصها. فوانت في الورشه واحنا بنشتغل في الوركشوب فانت عمال بتجيب اللي فات على اللي احنا شغالين فيه فالدنيا معاك بتبوظ. لكن لما تبقى الدنيا مرتبه وبالمقدار اللي ما يعملش على ذهنك لود الموضوع هيبقى احسن بكتير قوي 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 من ان احنا نقعد نحشي في كلام في الاول. طبعا هو مفيد بس ما يبقاش كله ورا بعض. لو رحت ل
سلوت تاني. قبل ما اروح لسلوت تاني، طبعا لو رحت لسلوت تاني عم هعمل ماتريال تانية وارميها على اوبجكت تاني. لكن لو انا هنا قدر ان انت عايز ما تخليش دي كلر، عايزها صورة مثلا، فانا ممكن في الحال ده، او دي احنا كده بنسميها ماتريال، لكن اللي هنضيفها دي بنسميها ماب. تمام؟ يبقى دي اسمها ماتريال، اما اللي هنضيفها اسمها ماب. هضغط هنا على اي زرار من دول هلاقيه بيقول لي مابس. المابس كتير 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 يعني، خلاص. فانا هنا هقول له بيت ماب. بيت ماب اللي خلينا احط صوره. دبل كليك على بيت ماب. فينا طبعا دي الصور دي نازله مع الماكس، لكن انا فاكر ان انا عندي هنا على الديسكتوب، افتكر جوه الفولدر ده عندي ايمجز. صوره مثلا زي دي، تمام. هكليك ايمج واقوم قايل له اوبن، تمام. هتقول لي الله ما وريهاليش هنا، اقول لك خلي بالك شو شيدد ماتيريال. طيب ما علينا من الديستورشن اللي حاصل ده، هنظبطه حالا. بس الاول انا عايز اكبر البريفيو ده، خلاص. فانا هضغط على دي دبل كليك عشان يفتح حالي في ويندو لوحدها، وهقوم واخد دي كده. ما تقلقش، اعملها زي ما انت عايز، هو هيظبط الاسبكت ريشيو حاجه كده جميله الماتيريال دي. بس تعالوا كده نبص بقى بالراحه. اولا لما انت بتفتح ماب ماكس بيفتح لك الماب هنا، تقول لي الله الماتيريال راحت فين، هقول لك شايف الزرار ده جو تو بيرن، اطلع هترجع للماتيريال بتاعك كانك فولدر جوه فولدر، خلاص. كل ما تضيف كل ما بيحطها لك فوقها. عايز ترجع تخش تعدل الايمج، اضغط على حرف الام كده، معناها ان في هنا ماب. لما تلاقي حرف ام تعرف ان في ماب، تكليك تخش للماب تاني. في الديفولت كده ماكس بيحط بلر بواحد للماب، انا بحب الغي البلر ده عشان اخد الصوره كريسب وشارب. في حاجه عندي هنا اسمها اليو والفي. اليو والفي زي الاكس والواي بس بالنسبه للماتيريال. فانا ممكن ازود التايلنج، اخلي الماتيريال تتكرر اكتر من مره على الاوبجكت. يعني بصوا لو خلينا دي مثلا 3 في 3، شفتوا اللي حصل؟ الماتيريال كررت نفسها على الاوب. بس نخلي بالنا من الحاجات دي، الخطين دول بنسميهم سيمز، ودول المفروض ما يظهروش في الشغل بتاعنا. دي طبعا بتتظبط على فوتوشوب الاول وبعدين بتيجي يعني. طبعا 2 في 2 برضو باينه، فانا هخليها 1 باي 1 وهنظبطها من مكان ما. هنا لو انت حابب تغير الصوره بيت ماب بارامتر اهو، لو ضغطت كليك ممكن تلود صوره تانية، وليكن صوره زي دي مثلا، خلاص بالمنظر ده. فهو ده ازاي بضيف ماب، وكل ماب بخش اعمل فيها. لو انت مش عايز دي تتعمل لها تايلنج قول له انا مش عايز تايلنج، تمام. بس انا عايز اعمل لها تايلنج. ممكن الف الماتيريال، الفها مثلا كده، خلاص كده. خلي بالك بتلف حوالين واي، هكليك وكده. بتلف ده كده، بتلف حوالين واي وكده حوالين زد وكده حوالين اكس. طبعا زي ما قلت اكس واي وزد بالنسبه للتكتشر او بالنسبه للماتيريال. هطلع اب كده، انا حطيت ماب في الديفيوز. ليه في الديفيوز؟ علشان الماب اللي في الديفيوز دي هي اللي تديني الكالر. طب ينفع حط ماب في اي حته تعجبك، في اي حته تعجبك، خلاص. ممكن اجي للجلوسنس، ممكن ارفع الجلوسنس قوي كده او اقلله، لان ده سطح عامل زي الطوب. والسبيكولر اقلله شويه، ودي ازودها شويه لان الطوب ما بيلمعش قوي كده. واجي في الجلوسنس دي افتحها كده، وممكن احط بيت ماب تاني، بس المفروض الجلوسنس دي تبقى ابيض واسود، يعني تبقى الماتيريال اللي فيها ابيض واسود، تمام. بس ما علينا من حته ابيض واسود دلوقتي، خلاص. خلينا ناخد واحده زي دي، هي دي ابيض واسود اهو زي ما احنا شايفين بقت عامله ازاي، فيها حتت جلوسي وحتت لا. طبعا كالعاده هلغي البلورنس واطلع اب، تمام. والجلوسنس ارفعها
وانزلها شويه زي ما انا عايز بقى، لان التحكم فيها دلوقتي اصبح من الماب، من الماب. طيب لو عايز الغي الماب دي رايت كليك وتقول له كلير، تمام كده لغى الماب. كده احنا على المستوى الرئيسي بتاع الماتيريال. عايز قبل اي حاجه عايز اخلي الماتيريال دي متوزعه على الاوبجكت صح. بص اعتبر ان الماتيريال دي كانها، انتوا عارفين الورقه بتاعه تغليف الهدايا، هي بتبقى كده تمام. يعني هي بتبقى كده، بتبقى الماتيريال بتتلف تمام على الاوبجكت، تمام بتتلف على الاوبجكت، فاهم. بس فلازم عشان تنزل على الاوبجكت، بمعنى تاني بالبلدي كده تنطبع عليه. عشان تنطبع عليه خلاص لازم في حاجه اسمها يو في دبليو. يعني ايه يو في دبليو؟ يعني بخلي او بقول للماتيريال ان الاوبجكت ده انت الماتيريال دي هتنزل عليه مثلا وليكن من فوق لتحت، او من اليمين للشمال، او من تحت لفوق، خلاص، او هتتوزع عليه بالتساوي. طب كل ده انا هقوله منين؟ كل ده انت هتقوله من الموديفايرز. هكليك الاوبجكت، في هنا في الموديفاير ليست حاجه اسمها يو في، نكتب بس يو في ورا بعض اهو، ده اسمه يو في ماب. مش هقوله بالتفصيل عشان بس نبقى واضحين، لان في كلام كتير. يو في ماب، هكليك يو في ماب. هي بقت احسن ومش احسن، خلاص. ليه بقى؟ لان يو في ماب فينا شويه حاجه اسمها المودز. يعني ايه المودز؟ هنا بيقول لك ان الماتيريال دي نازله بلانار. يعني ايه بلانار؟ يعني بص كده، لو انت فتحت الترينجل الصغير ده فينا حاجه اسمها جزمو. الجزمو ده اللي هو بص كده، شايف الاوبجكت اللي انا عمال احركه ده، هو ده اتجاه او طريقه طباعه الماتيريال على الاوبجكت. يعني هي نازله عليه من فوق، بدليل انا لو جيت عملت كده ولفيته اهو، الماتيريال بتلف زي ما ده بيلف. فطبعا يعني بالعقل ده اوبجكت ما هوش مسطح، مش زي البلان. على فكره بلانار دي تنفع على البلان، لان البلان مسطح، فالماتيريال لو مطبوع عليه من فوق هتمشي زي الفل. اما ده لا، الاوبجكت ده مدور كده ومدور كده، فطريقه انك تحط الماتيريال عليه بشكل مسطح ما تنفعش. طب سلندريكال يعني بشكل اسطواني؟ برضو لا. سفيريكال برضو لا. فهو انت بتنقي من هنا انسب طريقه، عشان بقى نبطل كلمه طباعه دي، مش دي الكلمه بتاعتنا، بنسميها انسب طريقه بروجكشن او مابنج. بروجكشن او مابنج، يعني قيسها في ذهنك بكلمه طباعه، بروجكشن او مابنج، تمام. افضل طريقه بروجكشن للماتيريال. بص لما تلاقي اوبجكت مكعبل، يعني اوبجكت فيه تفاصيل كتير او فيه منحنيات او الكلام ده كله، اختار بوكس، تمام، اختار بوكس. بس مع بوكس هنروح لسكيل مثلا ونسكيل التكتشر. طبعا بصوا بقى حكايه السيمز اللي باينه دي، شفتوا انتوا القطعات اللي باينه دي، باينه لان التكتشر دي بنسميها مش تايلابل. يعني ايه مش تايلابل؟ يعني مش متظبطه على فوتوشوب ان يبقى اولها زي اخرها. فلما زي ما قلت لكم دي كانها بتغلف الاوبجكت. تعرف لما بتغلف كده ورقه الهديه بتلاقي الطرف اليمين قابل الطرف الشمال عشان تقفل، هي نفس القصه خلاص بالمنظر ده كده. فهي دي مش طايلابل. بس احنا ممكن نيجي من هنا وهم قايل له حاجه اسمها فيت. لما بقول له فيت، فماكس على قد ما بيقدر بيحاول يظبط حجم الماتيريال على حجم الاوبجكت. طبعا انا لسه قادر ان انا اعمل له سكيل وهشتغل عليها بالشكل اللي انا عايزه. في حاجه مهمه جدا عايز اقول لكم عليها كمان، انك انت لو مسكت الجزم ده وحركته اقدر ان انا اطلعه فوق لتحت. اقدر برضو ان انا اجي هنا اقول له حاجه اسمها فيت بيت ماب. يعني ايه فيت بيت ماب؟ يعني اخلي ماكس هو اللي يغلق، يعني يخلي اليو في بنفس حجم الصوره. لو انا عملت فيت بيت ماب هاخد نفس الصوره واقول له اوبن اهو، هو ظبطها. بس طبعا برضو انا محتاج ان انا اخد دي كده واكبرها او اصغرها
وطبعاً السيمز مش هتروح لأن فعلاً الصورة دي محتاجة تظبيط على فوتوشوب، بنبقى أولها زي آخر. فعموماً يعني هو في الأوبجكتس اللي زي دي هو بوكس أفضل حاجة. بلانر فشلة تماماً، سيلندريكال لا، سفيريكال لا، شرينك راب برضو لا، فيس كل الكلام ده لا، هي بوكس أحسنهم بس بتفضل تظبط فيها. بس لازم 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 التكتشر دي تبقى تايلابل. عايز تاخد فكرة عنها؟ تمام، اكتب فوتوشوب تايلابل تكتشر على يوتيوب، هتلاقي توتوريالز هي 5 دقايق، هتعرف الدنيا ظروفها ايه، ودي هنتكلم فيها في الفيري، مش هنحتاجها واحنا شغالين في الاف اكس، بس لازم تكون او حبيت انك انت تكون عارفها. في اوبشن نخلي بالنا منه، ممكن يكون معمول عليه تشيك باي ديفولت، وده هيعكسك جدا في الماتيريال واحنا شغالين. الاوبشن ده ريل وورلد ماب سايز، لو عملت كده هتفقد اي قدرة على انك تعدل، يعني هتلاقي الماتيريال فعلا 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 شكلها غريب، لان ماكس هيبقى هيبص للماتيريال بسكيل تاني تماما. في نقطة، النقطة التانية، ما عادش عندك اوبشن للتايلينج، ممكن اقول له فليب خلاص، ف يعني يعالج الموضوع شوية كده، عالجه سنة، انا هشيل ريل وورلد دي اصلا، تمام، عالجه سنة تمام وبس. هو ده اللي انا كنت عايز اتكلم عليه، يعني ايه اليو في تمام، ويعني ايه الماب. الحاجة التانية، لو طلعت اب وقفلت البيزك وقفلت دي كمان، في عندنا حاجة اسمها مابس. في المابس انا بقدر ان انا ازود ديتيلز على الماتيريال، يعني لو انا عايز دي تبقى احس انها بارزة، يعني احس ان دول كده بارزين، لو احنا كده عملنا كده عايز احس بالبروز بتاع الشو دي، ده بنسميه البامب، اللي هو ده البامب، وده في الغالب بيبقى نفس الصورة بس ابيض واسود. طيب انا هقول له بامب هي ب30 بس قدامها نن، يعني مفيش مابة، بص كده الديفيوز قدامها الماب، اما دي قدامها نن، فانا هكليك وهاخد بيت ماب، وانا قلت صورة ابيض واسود صح، ونفس الصورة، يعني نفس الصورة اللي انت استخدمتها في الكلر هي اللي استخدمها في البامب، ده لو انت عايز تاخد حاجة رياليستيك. هكليك دي، طب دي مش ابيض واسود، هوريكوا دلوقتي، هكليك دي وهم قايل لي اوبن، بص البامب شايفين بقى اللي حصل ايه، تمام، بس مش اكيوريت قوي. ليه؟ لان الصورة كلر، فهو اشتغل بالغامق والفاتح بتاع الصورة تمام، بس انا عايز اخليها ابيض واسود فعلا. اطلع اب، خلي بالك انا في بيت ماب حاطط الصورة، كليك على الصورة، دخلت جواها، اولا هلغي البلر، ثانيا بقى هروح على بيت ماب دي وكليك واحط ماب تانية اسمها كلر كوركشن، طبعا دي فوق دي، فدي لما تتحط هتاخد دي جواها، فهقول له كلر كوركشن، هيقول لي ايه بقى، هيقول لي ديسكارد اولد ماب، يعني هو انت عايز تدلت دي وتحط كلر كوركشن، طب ده انا بقول كلر كوركشن، طب انا هكوركت ايه لما دلتها، تمام، فلا، لكن هقول له كيب اولد ماب از سب ماب، يعني خلي لي البيت ماب دي تمام ماتيريال تحت الكلر كوركشن، اقوم قايل له اوكي، بص كده الكلر كوركشن لما نزلت نزل جواها الماب اهي. هنا بنتكلم فوتوشوب بس خلي بالك هي مش حلوه قوي يعني خلاص، فانا كل اللي عايزه بس الساتوريشن، انا عايز اخليها ابيض واسود، هخليها دي ساتوريت خلاص. طب انا مش شايف، يعني انا مش شايف الصوره، انا يعني انا عملتها ابيض واسود بس انا مش شايف، انا شايف الافكت بتاعها بس انا مش شايف بقيت ابيض فين واسود فين، ما انا عايز اشوفها. عشان تشوفها الكلر كوركشن دي اسحبها كده وديها لاي سلوت من دول كبريفيو اهو، قول له انستنس، دبل كليك عليها بقى افتحها كده، انا بقيت شايف كده، انا بقيت شايف هي سودة فين وبيضة فين، وفي نفس الوقت برضو انا هبقى شايف الافكت بتاعها. فانا هاجي هنا وافتح ادفانسد واروح على اللي هي جاما وكونتراست دي، لو قللت كده اهو انا اوريدي انا شايف هي بتسود فين وتبيض فين خلاص. ار جي بي
انا هقللها شويه عشان ابقى عايز ابهتها سنه، مش عايزه ليه؟ لان طول ما هي ابيض قوي هلاقي فيه بروز جامد قوي، وانا مش عايز البروز الجامد ده. طبعا على فوتوشوب بقى تقدر يعني في كنترولز احسن من كده، يعني ماكس كنترول الكره كوركشن فيه بدائي، اما فوتوشوب فلا، ممكن تاخدها فوتوشوب وتعمل فيها اللي انت عايزه وتقوم حاطاه في البامب على طول بدل الموال ده. تمام ماشي. فانا عايز ايه بقى كده مثلا، حاجه كده مثلا عايز ابهتها سن. تمام، بس مش عايز اكتر، مش عايز اكتر من كده، بس كده. نرجع للمابة بتاعتنا ونطلع اب، هنلاقي البامب ده. ممكن بص لو زودت البامب بقى هلاقي طبعا مش محتاجه بالشكل ده، فانا هخليه مثلا في النص، هخليه مثلا بتاع 50 ولا حاجه. نقفل نقفل ونعمل ريندر، هلاقي التكتشر طلع. شايفين الخربشه دي؟ هي دي اللي انا كنت بتكلم. طبعا ريندر بدائي خالص، ومش ده طبعا الكواليتي اللي احنا هنتكلم فيه، ولا ده الريندر اللي احنا هنتعامل معاه، لكن احنا بنعرف اساسيات البرنامج في حاجه زي كده، او في حاجه براكتيكال احسن من ما نقعد نتكلم على حاجه ملهاش لازمه. ده كده بالنسبه ازاي بتعامل مع المابس، ازاي بحط ماب جوه ماب، ازاي بحط ماب على ماتيريال، ازاي ده كل اللي هيلزمنا عشان نشتغل واحنا مرتاحين في الجزء بتاع الاف اكس اللي جاي ان شاء الله. انا كده اتكلمت على اللايتنج، اتكلمت شويه على المابس، ازاي بنوزع الماب باليو في دبليو. في المحاضره اللي جايه هتكلم على حاجه اسمها الديفورميشنز، يعني ازاي بنعمل ديفورم للاوبجكت، كاننا بنعمل نحت، كاننا بننحت على الاوبجكت. تمام، عشان نبقى برضو دي هنحتاجها واحنا شغالين في الاف اكس في حاجات كتير، ازاي بنعمل البينتنج او ازاي بنوزع الاوبجكتات على بعضها، عشان نبقى كده لمينا البيزكس ونخش من المحاضرة اللي بعدها على طول على البارتكل سيستم.